الاعتدال الخريفي هذا الأسبوع يسبقه أجواء أقرب للصيفية ولكن يعقبه أجواء خريفية. التفاصيل بعد هذا الفاصل في النشرة الأسبوعية. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. تشهد المملكة خلال هذا الأسبوع الاعتدال الخريفي، تحديدا يوم الأربعاء يسبق هذا اليوم أجواء أقرب للصيفية. نبدأ هذه النشرة الجوية الأسبوعية بيوم الأحد، إذ من المتوقع بمشيئة الله تعالى أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، تصبح تقريبا درجة حرارة في العاصمة من حوالي 29 درجة مئوية. الأجواء أقرب منها إلى الصيفية من كونها خريفية، تكون مشمسة في مختلف مناطق المملكة، تصل إلى حد 30 درجة مئوية في المناطق الشمالية، 26 درجة مئوية في جبال الشرات، 33 درجة مئوية في أيضا منطقة معان والبادية الجنوبية، و37 درجة مئوية في منطقة خليج العقبة. والأجواء طبعا هناك حارة، كذلك الأمر في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة، وتصل إلى تقريبا حوالي 36 درجة مئوية في البادية الشرقية. تتحسن أيضا الأجواء في ساعات الليل بما يتناسب أيضا مع ارتفاع درجات الحارة، ويصبح الجلوس في الخارج أفضل مما كان عليه خلال الأسبوع الماضي. يوم الاثنين يطرأ المزيد من الارتفاع درجات الحرارة، تصل في العاصمة عمان إلى 30 درجة مئوية. يميل التقطير للحرارة خلال ساعات الظهيرة والعصر في بعض المناطق، تصل إلى حوالي 38 درجة مئوية في العقبة، والأجواء هناك حارة نسبيا إلى حارة، كذلك أمر في مناطق الأغوار وأيضا البحر الميت. بالإضافة إلى المنطقة الشرقية تكون درجة الحرارة حوالي 35 درجة مئوية، والأجواء هناك تكون حارة نسبيا، و33 درجة مئوية في البادية الجنوبية، في حين يكون الطقس لطيفا بشكل عام في منطقة أو في جبال الشراء، تصل العظمى هناك إلى 27 درجة مئوية بمشيئة الله تعالى. وتتشابه الأجواء في المناطق الشمالية كذلك الأمر مع العاصمة عمان، بحيث تكون الأجواء أقرب إلى الصيفية وتصل في مدينة إربد إلى 31 درجة مئوية. المزيد من الارتفاع درجات الحارة يوم الثلاثاء، لتبلغ في العاصمة عمان 32 درجة مئوية، والأجواء تصبح في بشكل عام كأنها صيفية، أي أنها تميل الحارة في ساعات الظهيرة والعصر، وتكون 33 درجة مئوية في مدينة إربد، و28 درجة مئوية في جبال الشراء، 33 درجة مئوية في البادية الجنوبية، تلامس الـ 40 درجة مئوية في العقبة، تقريبا 39 درجة مئوية، والأجواء هناك حارة نسبيا، بما أيضا يتشابه في ذلك مناطق الأغوار والبحر الميت بشكل عام. وتبقى 35 درجة مئوية في البادية الشرقية، والأجواء هناك تكون حارة نسبيا بمشيئة الله تعالى. الاعتدال الخريفي لهذا العام يتوقع أن يحدث يوم الأربعاء الموافق 22 من شهر أيلول، ويتوقع أن يكون عند الساعة 10:21 مساء بتوقيت مكة المكرمة. في علم الأرصاد الجوية يبدأ فصل الخريف في الأول من شهر أيلول، بينما فلكيا يحدث الاعتدال الخريفي في 22 من شهر أيلول. وبالتالي مع حدوث الاعتدال الخريفي يتوقع أو تصبح شروط الخريف مكتملة، سواء من علم الأرصاد الجوية أو من الناحية الفلكية. يستمر فصل الخريف فلكيا حوالي 90 يوما، وذلك حتى موعد الانقلاب الشتوي في 21 من كانون أول ديسمبر المقبل، علما بأن في علم الأرصاد الجوية يبدأ فصل الشتاء بشكل رسمي في الأول من شهر كانون أول ديسمبر. بمعنى آخر بأن فترة فصل الخريف تمتد من الآن وحتى شهر كانون أول ديسمبر. يعقب الاعتدال الخريفي لهذا العام تغيرات جذرية على الحالة الجوية وعودة درجات الحرارة للانخفاض السريع والمتسارع. نبدأ بيوم الأربعاء، إذ يتوقع أن يحدث التراجع الأول لدرجات الحرارة، تصل إلى 30 درجة مئوية في العاصمة عمان. المزيد من الانخفاض متوقع أيام الخميس والجمعة، 32 درجة مئوية متوقعة بمشيئة الله تعالى في إربد والمناطق الشمالية، 28 درجة مئوية في جبال الشرات، 33 درجة مئوية في البادية الجنوبية. تبقى الأجواء حارة بشكل عام في العقبة، 39 درجة مئوية متوقعة بمشيئة الله تعالى، و37 درجة مئوية في البادية
الشرقية، انخفاض ملموس ولافت على درجات الحرارة المنتظر يوم الخميس، إذ تنخفض درجات الحرارة في العاصمة إلى 26 درجة مئوية في ساعات النهار، مع ظهور لكميات من السحب والغيوم المنخفضة في المنطقتين الشمالية والوسطى، مع نشاط لافت أيضا في سرعة الرياح. تصل درجة الحرارة في إربد إلى 28 درجة مئوية، 24 درجة مئوية في جبال الشرات، تتراجع إلى 29 درجة مئوية في البادية الجنوبية، 36 درجة مئوية متوقعة في خليج العقبة، وتكون حوالي 35 درجة مئوية في البادية الشرقية. اندفاع لكتلة هوائية توصف بأنها لطيفة الحرارة وخريفية الطابع متوقع أن يحدث في المنطقة بما فيها المملكة مع نهاية هذا الأسبوع يوم الجمعة، مسببا ذلك المزيد من الانخفاض في درجات الحرارة وسط أجواء يتوقع أن تصبح خريفية في مناطق عديدة من المملكة. تصل في العاصمة عمان مثلا درجة الحرارة العظمى إلى فقط 25 درجة مئوية في ساعات النهار، كذلك أمر في إربد 24 درجة مئوية في جبال الشرى، مع ظهور كميات كثيفة من السحب الحقيقة صباح يوم الجمعة في مناطق عديدة من المملكة. بعض السحب متوقع أيضا في المنطقة البادية الجنوبية مع درجة حرارة عظمى 28 درجة مئوية، حتى أن الطقس في ساعات الليل في مناطق عديدة من المملكة يميل للبرودة بمشيئة الله تعالى. 36 درجة مئوية هي درجة الحرارة العظمى متوقعة في العقبة ومناطق الأغوار والبحر الميت، تبقى الطقس حارا نسبيا لبعض الوقت في ساعات الظهيرة والعصر، وتتراجع درجات الحرارة بشكل لافت في منطقة البادية الشرقية تصل إلى حوالي 32 درجة مئوية في ساعات النهار. إذن هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة بالنسبة لهذا الأسبوع. المزيد عن تفاصيل توقعات فصل الخريف وعن حقائق هامة وأحصائيات عن فصل الخريف تجدونها في فيديوهات أخرى في طقس عرب. دمتم دائما بخير، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.